خذ وشي يا عيني يا عيني. شو مين يلي غلب الثاني؟ تفضلي مين ابوكي دوشاشات عم بيجي وما احلاه ما يكون هيك يعني اليوم ورايح انت بدك تصفي معي انا خطيبك وحصير جوزك عمي هي حصتي هي حصتك قدامك ليك لك خلينا من اولها انا ابي عندي اياه بالدرجه الاولى قبل وهلا وبعد ما نتجوز والله انا الصفاء دي بعرفها تربيتك يا بي عسيت الزواج عمي اي عمي ايه بتنوين تعملوا العرس والله انا من ايدكم هي لايدكم هي شو بدكم امين والله انا شايف اذا مو الخميس الجاي شو رايكم باللي بعده حاضرين بس بدنا نشوف العروس انا موافقه بس شوف ماما انا اكيد بكون مبسوطه وفرحانه بس ان شاء الله خليل يقدر يجي ان شاء الله يا ايه ماما ان شاء الله رح يجي هو وعدني ينزل يا لكن عمي انا من بكره حبلش بوراقه الزواج ليش شو الوراق اللي لازم نعملها اول شيء هلا انا اللي بعرفه انه لازم نعمل تحليل دم وما تحليل دم هيك قصص يعني بلا مزبوط ايه خلص معناتها بكره بننزل بنعمل التحليل وبعدين بننزل على السوق مشان نجيب جهازي وغراض للبيت ما بدك تجيبي مرت عمي الحمد لله البيت كله جاهز يعني مو ناقصه شيء واذا بدكم اي شيء كمان جاهزين من هي العين لهي العين سلم لي الله يرضى خلص معناتها بكره ماما بعد ما بتخلصوا من تحليل الدم نروح انا وياكي على السوق خلص بس هلا بدي خسرك هات لك عليه وي 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 بدها تخسرني يا الو اهلين حبيبي لا بالسوق لسه ما خلصنا بس جبنا شغلات كتير حلوين اي رح يعجبوك بالله شو لا ما رح صور لك ياهم بتشوفهم علي فرد مره خليهم مفاجاه ماشي حبيبي يلا بس نرجع البيت بحكيك باي باي ضبلي اياهم لو سمحت يا لا تقلي لي ماما حلوين هي كثير حلوين بس لشو كل هالقد لك ماما لشو البعزقه ماما هي مره واحده بالعمر بدي افرح بحالي بعدين اطمن فيصل عاطيني مصاري كثير 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 اي معناتها اشتري لي كم فستان تكرم عيونك انا هون ما شفت ماما بس شوي طيب
عندكم مراجعة. مراجعة شو؟ عند الدكتور عمار، هو بالمخبر. يعني شو الموضوع؟ ما عندي معلومات، هو اللي بخبركم. جوا هو ها؟ طمنا دكتور، شو نتيجة التحاليل تبعنا؟ هلا نتيجة الفحوصات واضحة جدا، واللي أنا شفته بالملف تبعكم إنه حضرتك وحضرتك مصابين بمرض اسمه التلاسيميا. شو هذا التلاسيميا؟ هلا هي الحالة نحن بنصادفها عادة بالعائلة الواحدة، بس بالملف اللي قدامي ومن الأسماء اللي فيه ما نكون من عائلة وحدة، في قرابة؟ لا دكتور، نحن جيران، ما بنقرب بعض. هلا أنتو حالة كتير خاصة إنه ما نكون قرايبين وما نكون من عائلة وحدة وحاملين نفس الصفات الوراثية لهذا المرض. هلا التلاسيميا هي مجموعة من الأمراض الوراثية بيحملها المصاب وبينقلها لأولاده، وهي مانا نوع واحد، هي أكثر من نوع. ففينا نقول في عنا النوع الأول هو التلاسيميا الصغرى، وفي عنا التلاسيميا المتوسطة ألفا، وفي عنا التلاسيميا بيتا، وكل حالة من هاي الحالات إلى أعراضها وإلى نتائجها. هلأ أنتوا بحالتكم اثنيناتكم تحملوا تلاسيميا ألفا المتوسطة، فأنتوا هلأ إذا تزوجتوا، وأنا ما بنصح بزواجكم، رح يكون نتائجه إنه ما يكون عندكم أولاد. دكتور أنا يعني أنا بحياتي ما مرضت، يعني صار عندي شوية فقر دم، عم باخذ حب حديد، هي يعني شو يعني عم تاخذه باستمرار للحديد الطبيب عم يوصف لك اياه، وما عملت أي فحوص بالمخابر قبل؟ لا يعني الحمد لله ما عانيت من شيء يعني، بس هذا ليش لحتى يعيق زواجنا هذا؟ هلا هي الحالة نحن بنسميها بتكون يعني حالتك اسمها حالة الحامل الصامت للمرض، يعني انت بتحمله بس مانك عارفان فيه لانه انت لسه مانك عامل فحوص ولا بتعرف شو بتحمل بمورساتك. طب دكتور يعني هذا ماله علاج؟ انا بطلع بسفره بعالجها باخر الدنيا. هلا هذا المرض وراثي وما له علاج، وما رح تستفاد وين ما رحت، لا هون ولا برا. كل شيء فينا نعمله نحن انه نتجنب الاثار الكارثيه لهذا المرض، وانه ما تتزوجوا من بعض، لانه في حال زواجكم من بعض انتوا الاثنين وحاملين هاي الصفات الوراثية لهذا المرض، بيأسفني أخبركم أنه ما حيكون عندكم ولا ولد بالمستقبل، لأنه الجنين أكيد حيموت برحم الوالدة تبعه، وهذا اللي نحن بنسميه طبياً استسقاء جنين أو إملاص بيسموه، يعني إذا سمعنا هيك شيء. بس أنا ما بدي أولاد، ما بدي أولاد، ارفعي رأسك طلعي فيني، أنا ما بدي أولاد. إيه بس أنا بدي أولاد. لا تواخذنا دكتور يعني على الشيء اللي عم بيصير، بس انا قرايبي عنده نفس هي الحاله وتجوز وجاب اولاد. صحيح. هلا حاله قرايبك اكيد ما انا مثل حالتك، لانه هو نوع المرض اللي بيحمله بالمورثات تبعه بالدي ان اي تبعه غير نوع المرض اللي بتحمله حضرتك والانسه بالدي ان اي تبعكم، فهو مثلا غالبا هو رح يكون حالته بنسميه التلاسيميا الصغرى، رح يجي نسبة من الأولاد مصابين حكماً، وفي نسبة تانية رح تكون صحيحة، وفي نسبة ثالثة بتكون حاملة للمرض بس ما بيظهر عليها الأعراض، مثل حالة قرايبك إنه هو مصاب بالمرض بس ما نظاهر عليه الأعراض. بفهم منك دكتور إنه أنا ما فيني أنجب أطفال نهائياً؟ لا لا، أنا ما قلت إنه أنت ما بيجيك أولاد، لا أنا قلت إنه أنت عندك إصابة والأستاذ فيصل عنده إصابة بالتلاسيميا بهذا النوع، إذا تزوجتوا بعض ما حيكون عندكم أولاد، لأنه الولد قلت لك شرحت لكم إنه حيموت بمرحلة مراحل الحمل. أما أنت حضرتك إذا تزوجتي من شخص ثاني غير حامل للمرض رح يكون عندك ولد واثنين وثلاثة، بس كمان لازم ناخذ حذرنا ونكون نعرف إنه ممكن يكون هدول الأطفال نسبة محددة منهم حاملة لهذا المرض. طيب دكتور وأنا عندي نفس الحالة؟ إذا تزوجت من وحدة سليمة غير مصابة بالتلاسيميا رح يجيك أولاد، ورح يكون عندك ولد واثنين وثلاثة مثل ما قلت للأسف.
هلا بالنهاية أنا اللي بدي أقوله إنه نحن هون بالمركز ما فينا نمنع زواجكم، بس نحن واجبنا إنه نتجنبكم النتائج الكارثية لهذا الزواج. فأنا بنصحكم إنه ما يصير زواج بيناتكم. طيب دكتور شكرا لك وعذرناك. هذا واجبنا، وبتمنى إنه تتعاملوا مع الموضوع بروية وطولة بال. نصيب الدنيا. صباح الله يرضى عليك يا أمي حاجة. ماما ليش هيك؟ ليش هيك عم يصير معي؟ أنا ما صدقت إني حبيت، ما صدقت إني لاقي الشاب اللي أعشقه ويعشقني ناسبني وناسبه. ماما معقول يعني أنا ما بستاهل إني أفرح؟ لا يا أمي لا تقولي هيك، لا تحكي هيك. لك يا ماما شو بدك يعني أحكي بهالظرف الحقير؟ هاتيلي اثنين بالدنيا كلها عملوا هالتحليل وطلعت النتيجة مثل نتيجتي. كتار يا أمي والله كتار. مو مزبوط هالحكي، مو مزبوط. ليك كل العالم عم تتجوز وتفرح وتنبسط إلا أنا. شو قررتي أنت وفيصل فيه؟ ماما ما بعرف. ماما أنا بحبه كتير وهو بحبني، بس أنا كمان بدي ولد، وهو إذا قال لي إنه ما بده ولد بيكون كذاب وما رح صدقه. والله معك حق يا أمي، والله معك حق. طيب شو رأيك تتصلي فيه وخلينا نقعد نحن وياه ونحكي. شو؟ هلا بحكي. ماشي حبيبتي، روقي روقي واهدي حبيبتي وطولي بالك. ايه يا عمري بإذن الله منلاقي حل. ألو، مرحبا فيصل. يا ابني أنا متعاطف معكم، وكنت بتمنى أنه تعيشوا حياة كتير سعيدة، بس هيك مسائل كتير خطرة لازم نحكم فيها الحال. بالحالة اللي أنتوا فيها هلا ما فيكم تجيبوا ولاد، إذا جبتوا ولد رح تجنوا عليه، ما بعتقد انه انتوا اثنين بتوافقوا على هذا الشيء. وانا بعرف قديش بنتي صفاء كل عمرها بتحلم انه يكون في عندها ولد، لانه كثير حنون. واكيد انت مثل بنتي صفاء حنون. بس يا ابني قدام هذا الشيء ايدينا مربطه، ما فينا نعمل شيء وما بدنا نجني على حدا. فالله يرضى عليكم، ما في قدامكم حل غير انه والله ما فيني اقول لك والله انا حبيتك مثل ابني. شو طالب ايدي يا ابني؟ ما طالب ايدي شيء، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما في حل غير اللي انتوا اثنين تكونوا قوايا وتاخذوا قرار، وكل واحد الا ما الله سبحانه وتعالى بعث له النصيب يلي بيوفوا فيه.
كلامك مزبوط عمي، انت عم تحكي صح. وقتيش ساعدتك بالولد، وانا مستحيل وقف بساعدتك. انا عم بعمل هذا الشيء كرمالك، عم بعمل هذا الشيء لاني انا بحبك، وانتي بتستحقي انك تعيشي بسعاده، ومعي ما حتعيشي بسعاده. عمي انا اسف، عمي انا بعتذر منك، انا كنت اتمنى انه كلياتنا نعيش عيله واحده. انا عشت معكم حنان ابي وامي، بس انا شو بدي اعمل اذا كان القدر اكبر مني منكم؟ سامحوني.